تحيه خالصه لكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل من ضمننا لحظه في الاستماع. لقائنا مازال متواصل ومستمر، وغادي نمشيو مباشره وناخذوا مكالماتكم وناخذوا معنا السي سعيد من طنجه. صباح الخير سيدي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل سيدي. علينا وعليك ان شاء الله. علينا وعليك سيدي باش ما تمنيتي. مرحبا. بارك الله فيك يا سي سعيد. مرحبا. صدح لي من يكبرك. الله يحفظك يا سيدي سعيد. مرحبا. وانا كذلك والله يشهد. مرحبا. بارك الله فيك. باش ما نضيعش الوقت ندخل معك في الموضوع سي شرق. لكن ممكن. مرحبا. استاذي انا مرحبا. تفضل. طب الله الشفاء ان شاء الله. تفضل يا سيدي. شنو هو السؤال؟ تفضل. عندي الضغط وعندي كوليسترول وعندي عدم انتداب دقة القلب وكل شيء كنأخذ عليه التريتمون ديالو. وكنت الشيء اللي كتقول كامل كنتبعه. ولكن المشكل اللي وقع لي اخر مرة هو من كنت كنستعمل الخمارة البلدية. عملت واحد تحليل. جبرت لي عندي واحد النوع البكتيريا في الأمعاء ديالي. قالت لي واش كتستعمل شي حاجة خاصة؟ قلت لها كنستعمل هذا المنتوج ديالنا. يعني خمارة البلدية قالت لي قطعة من القشطة. شنو سميت هذا؟ شنو سميت هذه البكتيريا سي سعيد؟ شنو سميت هذه البكتيريا؟ يخدم بحال واحد الدواء يعني بلا ما نقول نشهر الاسم ديالو ولكن مبقتش عاقل بالضبط. نعم نعم. قالت لي حيد الخمارة البلدية راه ماشي الصالح ديالك. وحيد واخا شوف سي سعيد. نعم. عاودتي تحليلة؟ انا نعاود ان شاء الله في شهر. لا عاودتها في شهر 8 وخرجت لي ما عنديش بكتيريا. صافي نيجاتيف. نعم نعم. اييه. ومن استعملت اول مره كان عندي الخروج بزاف تقريبا 6-7 مرات خروج يعني عادي ما كاين لا دياري لا الم حتى شي حاجه لا يعني خروج عادي حق 6-7 مرات في النهار يوميا بكميه كبيره. نعم. باش نشوف انا التحليل. واخا. والسؤال الثاني انا كنستعمل مجموعه الادويه اللي كتجري الدم والكوليسترول والضغط وفي الاخر جبروا لي عندي عاوتاني الغده الدرقيه شويه مقومه. نعم. دابا بغيت نسولك واحد السؤال اخر، شنو هذيك الاعشاب اللي ما نقدرش نستعمل بها انا لا كنشرب الادويه؟ واخا نجاوبك ان شاء الله سي سعيد. ان شاء الله بالتليفون داك الله يجزيك بخير. مرحبا. واخا سيدي نجاوبك. واخا انا سي سعيد ما كرهتش واش عندك الاسم ديال البكتيريا اللي قالت لك المختصه عندك؟ مع الاسف انا خرجت من الضرب خمس مرات كنتصل قدامي دابا والو. واخا نجاوبك ان شاء الله. السكر عندي خزان فيه 6.5. واخا الخزان عندك عادي جدا. واخا نجاوبك ان شاء الله سي سعيد. شكرا شكرا. مرحبا. تفضل. شوف اول حاجه فيما يخص ربط هذه البكتيريا بالخميره البلديه، هذه علميا غير موجوده تماما لسبب واحد، هو انك ملي كتعجن نتايا الطحين مع الماء كيتكونوا سكون ابل دي باكتيري لاكتيك، كيخمروا لك الخبز كيدخلوا للفران، لي باكتيري كلهم تقريبا تيغمو سونسيبل سكي فيما كتبقى حتى شي بكتيريا في الخبز، ما عدا شكون اللي قالنا بلي خلال الاكل ربما يكون. واش ما عرفتش انايا انا كون سمينا البكتيريا كنت نعطيه المسار ديال البكتيريا كامل، ولكن تقدر تكون الليستيريا ما عندها علاقه بالخميره البلديه، تقدر تكون الاشياشيا كولي ما عندها علاقه بالخميره البلديه، تقدر تكون السالمونيلا ما عندها علاقه بالخميره البلديه، تقدر تكون ليليكوباكتير بيلوري ما عندها علاقه بالبكتيريا، كاين بزاف ديال تقدر يكونوا بعد مثلا توكسوبلازما غوندي ما عندها علاقه بالخميره البلديه، وبالتالي هذا الموضوع غير دقيق تماما باش نكونوا واضحين. بالعكس لاحظ انك انت ملي بديتي الخميره البلديه ولا الانسان كيمشي شرف الله وقدركم المرحد بشكل دوري، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني النظافه ديال الامعاء. فكان هذا الربط هذا، لان ديما كنقولوا حنا كوريلاسيون ماشي هي كوزاليتي. عطيكم باش نوضح لكم بالضبط ويفهموا المستمعين. مثلا مشينا لقينا قدر الله واحد الحادثه تسير ولقينا لومبيلونس تما ولقينا لومبيلونس تمايا ولقينا الطاقم الطبي تما، واش الطاقم الطبي هو اللي سبب في الحادثه؟ ماشي الطاقم الطبي اللي سبب الحادثه كانت فهي هذيك النتيجه. فبالنسبه لنا الخميره البلديه بريئه، بالعكس
خميرة البلدية فيها بكتيريات اللي تقاوم البكتيريات الأخرى. فشنو عندك أنت يا أخي سعيد؟ هو كان غيكون عندك يا الإشيا شاكولي يا السالمونيلا يا الليستيريا اللي تقدر تاخدها تسلم على شي واحد تادي بحال ليباتيت مثلا أ بوسفير بحال ليباتيت كاملين لي فيروس البكتيريات كما الفيروسات. فانت شنو غدير؟ انت غدير الأسوأ هو انك غادي تخلى على الخميره البلديه وترجع للساكارومايسيس سيريفيسي. الساكارومايسيس سيريفيسي هذه هي الخطوره بعينها. وبالتالي انا كنقول كوغيلاسيون ماشي كوزاليتي، واحد الحاجه يعني كانت وعاد الوضعيه الصحيه اللي عندك السي سعيد كتجعلك انك تاخذ اكثر من دواء، هادشي على اللسان ديالك. والانسان اللي كياخذ اكثر من دواء خصنا نعرفوا واحد المساله، كاينين سكون ابل، هاد المساله ما يقدرش مختص في العالم يضبطها، هي انك مثلا كتاخذ اربعه الادويه شنو ممكن يكونوا لي زانتيراكسيون بيناتهم، تفاعلات بيناتهم. كاين سكون ابل لي نيو برودوي، بعض المواد اللي كتنتج مثلا خديتي مثلا غير الباراسيتامول مع الدواء مثلا ديال البروستات، ما كاينش شي حاجه تقدر تقول لك شنو ممكن ينتج على تفاعل الدواء ديال البروستات مع مثلا الدواء ديال الضغط الدموي ولا مثلا مع الدواء ديال مع الباراسيتامول. علاش؟ لان هذا التفاعل كيتم على مستوى الكبد. الناس غيقول لك شنو هو الحل؟ الحل هو انني نقوي الكبد ديالي، لان الكبد هو اللي كيدير الكونجوغيزون ديال هاد المواد. واش كيعطينا؟ كيدوز بجوج مراحل، مرحلة ديال لاديسيون مرحلة ديال كونجوغيزون، وهاد المراحل هادية كتتم بالمعادن والفيتامينات. إذا الناس اللي كياخذوا أكثر من دواء خصهم يكونوا حرص أكبر على التغذية ديالهم باش نعطيو الجسم حوض معادن وفيتامينات باش نتجنبوا هاد لي نيو برودوي. وتصور نتايا في النشرة ديال الدواء يعني في النوتيس كتلقى لي زيفي سيكوندير الأعراض الجانبية ديال الدواء واحد، فما بالك بزاف. هادشي كينطبق حتى على الأعشاب. والسي سعيد سول على الأعشاب، الأعشاب أنا باش نعطيكم السر ديال الأعشاب. الأعشاب استعملوها غذائيا ماشي وصفات، ماشي نخلط هذه مع هذه. حتى الزيوت الأساس النبي الناس كياخذوا، واش عارفين الزيوت الأساس باللي هي كونسونطري؟ راه انت مثلا مي كتقول مثلا انا كناخذ، لان الزيوت الأساس المشكل فيها لا بوزولوجي. راه كاين انسان كي مثلا جوج نقيطات ثلاثه نقيطات واش عرفتي شحال خديتي ديال لي برينسيپ اكتيف هذوك النقيطات؟ فردوا البال هذه المساله، هذه الزيوت الاساس اللي الناس كيستهلكوها على هواهم. بعض المرات الناس كيقول لك انا كندير هذه الوصفه ونخلط هذه مع هذه، هذا الشيء اللي تردوا له البال. فيما يخص اخويا سعيد ارتفاع الكوليسترول ارتفاع الضغط الدموي، نصيحه ذهبيه، غذائك، حركه، نشاط بدني، والصيام. يسر الخزان عندك نورمال، انت ما عندك تشي مشكل، اخا فالصيام استشارة مع المختص ديالك. الصيام ثم الحركة ثم الغذاء. الغذاء علاش نركزوا؟ الناس اللي عندهم الضغط، الناس اللي عندهم ارتفاع الكوليسترول بين قوسين، لان الكوليسترول الديسليبيديمي او لا البروفيل ليبيديك، واش كنهضروا على ال دي ال، واش كنهضروا على ال دي ال، واش كنهضروا على الاش دي ال، واش كنهضروا على التريغليسيريد، نرجعوا للاش دي ال، واش كنهضروا على الاش دي ال اوكسيدي، واش كنهضروا على ال دي ال اوكسيدي. هادشي كامل معايير باش ما نجيوش نقولوا فاسيلمون هكا ارتفاع الكوليسترول، هذه كامله فيها نقاش، لان حنا ما نساوش كنهضروا في برنامج الصحه والسلامه واحد المستوى مع المستمعين اللي ما بقيناش كنقولوا ارتفاع هكا الكوليسترول. الكوليسترول راه كيتصاوبوا منه الهرمونات ديالك، فيه لا يعني كما كنقولوا الانسان جميع التوازنات الهرمونيه. علاش؟ لان مستقبلات الهرمونات كتصاوب من الكوليسترول، الهرمونات الجنسيه كتصاوب من الكوليسترول، لا الجانب الجنسي لا عند ذكر وعند انثى كيتصاوب من الكوليسترول معروفه الميفالونات. فهادشي كامل هذا كيخلينا اننا ندقوا ارتفاع الكوليسترول، ولكن شنو اللي مرتفع في الكوليسترول؟ فالصيام، التغذيه الجيده، والمحافظه على الدهون في الكوليسترول. ولا فهادشي ما كنحيدوش الدهون، الله يعطيكم الخير، كنحافظوا على دهون اللي تكون دهون جيده، دهون اللي الاصل ديالها جاي من النبات وخارجه من الضغط، منها زيت الزيتون. زيت الزيتون جيده جدا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، جيده جدا الناس. انا ما غنسميش كوليسترول، ما كنسميه البروفيل ليبيديك او لا ديسليبيديمي. فالحركه، النظام الغذائي اللي يعتمد على الالياف الغذائيه اللي كاينه في الخضر والفواكه الموسميه، النظام الغذائي اللي كيعتمد على الخبز بالنخاله ديالو وبالزرارع، النظام الغذائي اللي كيعتمد على الخبز بالخميره البلديه، النظام الغذائي اللي كيعتمد على التشيشه. الناس مثلا ارتفاع الكوليسترول، واش عارفين باللي
الحلاوه مصنعه تتحول الى دهون. واش فينكم سمعتوا بهاد الهوموسيستين؟ فالناس كيقول لك عندي ارتفاع الكوليسترول، خصك تعرف باللي المحلي والمحليات تتحول مباشره الى ثلاثي الجليسيرين. والناس اللي كيديروا الكالكول، وهذه راه عارفين الاخوان اللي بيولوجيست، عارفين باللي الكوليسترول توتال كنخرجوه من ال في ال دي ال، وكاين معادله رياضيه بين الكوليسترول توتال وال في ال دي ال وال اش دي ال وال ال دي ال ولي تريغليسيريد. ولي تريغليسيريد ملي كيجيو كيجيو من المحلي ومن الحلويات ومن الفواكه خارج الموسم. فركزوا على الفواكه داخل الموسم، الخضر والفواكه. علاش؟ لان فيها الياف غذائيه جيده جدا. علاش؟ لانها كتغذي لنا البكتيريا النافعه. والجميل اكثر شنو هو؟ هو ان ملي كنديروا خميره بلديه ما كنبقاوش ناخذوا السكر، لان الخميره بلديه البكتيريات راه كيموتوا في الفران باش يعرفوا الناس، ما كيوصلوش الامعاء. مي كتقطع لنا الجلوتين وكتمنعنا من تكون الكونديدا البيكون اللي كتقطع لنا الجلوتين، كيوليو عندنا بكتيريا نافعه وكتنمو من غير البيفيدوس واللاكتوباسيلوس، كتنمو بكتيريات اللي تنقص نسبه الكوليسترول الغذائي اللي كيتسموا اللي كتحولوا الكوبروستانول. هي عباره عن ماده دهنيه كيحولوها البكتيريات انها كتخرج، شرف الله قدركم، عبر الخروج كتسمى الكوبروستانول. هادشي كامل هذا بالنظام الغذائي المعتمد لهاد العناصر والنشاط البدني والصيام، هذه كامله عناصر. اولى ولا ريسبيراسيون بروفون، التنفس الجيد. علاش؟ لان التنفس كيعطينا ضغط جيد. علاش؟ لان ملي كتنفس لا في التغذيه ديالك في الاكل ولا ملي كتنفس كتاخذ ما يسمى باكسيد النيتريك، واكسيد النيتريك هو اللي كيوسع لنا الاوعيه الدمويه، وبالتالي كتكون وقايه وعلاج الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي. لان اي واحد عنده ارتفاع الضغط الدموي عرف باللي يا العضلات القلب ضعيفه هي الأوعية الدموية ما بقاتش فيها مرونة، وصيرتو طبقات الأنتيما. يعني الوعاء الدموي كيتكون من ترواكوش، الميديا لادفانتيس والأنتيما. هذيك الأنتيما في الوعاء خصها تبقى فليكسيبل، إلا ما بقاتش فليكسيبل كيولي ضغط دموي. فقط بشكل بسيط جدا هذا هو الضغط الدموي. ما يرفع الضغط الدموي هو قلة الحركة، هو المحليات، هو الحلويات. علاش؟ لأنها كتعطينا لا غليكاسيون وكيوليو الأوعية ريجيد وما كيبقاوش مرنين، وهذا ما يسمى بارتفاع الضغط الدموي. مرحبا. ناخذ معنا مكالمة أخرى. أستاذ مشكور، سي يوسف من الدار البيضاء، صباح الخير يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك أستاذ حنين، كي داير لاباس عليك؟ بخير. بارك الله فيك يا سي يوسف، مرحبا. بغيت نسولك عطيك السر، أنا كناخذ شي أدوية بحال تا مضاد الدهان، داكشي ما عنده علاقة بالنفس. بغيت نسولك حيت كناخذ أنا مكمل غذائي ديال فيتامين دي. درت تحليل فيتامين دي، شفت الطبيب المختص وقالت لي عندك نقص شويه من فيتامين دي. خديت انا عندي فيتامين دي يوسف. فيتامين دي 3. اي شحال عندك؟ لا شحال عندك فيتامين دي في التحاليل الطبيه؟ شحال ديال النانوغرام؟ قاسي 3.0 شي حاجه كنت. لا ما يمكنش يكون 3 خويا يوسف، مستحيل الفيتامين دي تكون 3. فيتامين دي وكان نشرك الإشارة فقط، شفت الطبيبة ديالي لما ما شفتش الرقم قلت لي عندك شوية ناقص فيتامين دي، خديت لي قلت دونك غيكون شوية. شوف شوية شنو معنات؟ مي كنقولوا حنا شوية لأن كاينين دي غاد، مي كنقولوا شوية يعني راه من 20 لفوق، عندك 20 نانوغرام 25 نانوغرام، هذا هو شوية. أما يعني ماشي هو النورمال ديالو من فيتامين دي. واخا واخا ونقطة أخيرة واخا نجاوبك إن شاء الله وديت لي أخيرا. الله يعطيك السر أستاذ، الله يجزيك بخير. أنا كناخذ حتى لأول مرة كناخذ الدواء سميتو مانقص، سميتو طبيعة الحال مضاد الدهان. بغيت نعرف شنو معناته واش خصني نشوف بسيكياتر. ونقطة أخيرة يعطيك السر أستاذ، اسمح لي، الخروج شرف الله قدرك، الخروج شرف الله قدرك كيخرج لك شي سخون وريحته، يعني شرف الله قدرك حتى سميتو الريحة مجهدة. نعم. يعني شنو خصني ندير؟ خصني ندير حل أش بي ولا ندير كونسكوبي ولا ندير فيبرو؟ واخا سيدي نجاوبوك. مرحبا سي يوسف، تفضل. نعم هو شوف، اول حاجه بالنسبه لهذا التريتمون اللي خدا يوسف، سول المختصه ديالك، لان انا شخصيا ما عرفتوش، ودايوغ يعني كيبقى التخصص ديال المختصه. انا غنجاوبك على الشق الغذائي. نعم شوف، كاينين الناس اللي خداو الفيتامين دي ومشاو وسالوا البروتوكول، داز 3 شهور
نقص لهم الفيتامين دي. هذا ماذا يعني؟ كاين شي حاجه مهما هياش كما كنقول. شوف جسمنا باش يصاوب فيتامين دي حسبوا معايا المراحل، نعدها بالزربه، لان الفيتامين دي خصنا فيه اسبوع. الفيتامين دي باش يتصاوب اولا كاين الغذائي وكاين الالترا فيولي بي، كتضرب فوق لابو يكفي غير يدك وجهك كافين، كتضرب فوق لابو فوق الجلد كيتهرس واحد لو سيكل ديال الكوليسترول. ها هو الكوليسترول حاضر، ضروري خصنا الكوليسترول. كيتهرس واحد لو سيكل ديال الكوليسترول، هذيك الماده كتمشي بواحد واحد بروتين كيهزها كيتسمى فيتامين دي بان دام بروتين، كيديه المرحله الاولى والمرحله الثانيه في الكبد وفي الكلي. اذا كبد ضعيف فيتامين دي ما كيناش، كلى ضعيفه فيتامين دي ما كيناش، الجلد فوق منه مثلا شي بوماد على وجه الشمس فيتامين دي ما كاينش اكثر من هكا. صحه غده درقيه علاش؟ شو دابا فين مشينا؟ بدينا بالجلد، مجينا من الشمس وصلنا حتى الغده الدرقيه. ماشي الغده الدرقيه جارتها لسمحتي لي، الاضرار ديال الشمس، لانه كان سبق وتكلمنا على هذا الموضوع. لا الا احنا تعرضنا لها يعني بشكل مباشر عاوتاني راه كتكون صعيبه، يعني الواحد خصو يعرف وقتاش يتعرض للشمس وكيفاش يحمي راسو. هذه اللي هضرت عليها اختي سكينه، انا ما هضرتش على التعرض المباشر. فوالا حيت انا نغطي راسي ونفرش. كاينين الناس اللي كيهربوا من الشمس. شوف من بعد غنديروا اسبوع على الفيتامين دي وغنشرح لكم بالتفصيل. انا شخصيا المرضى اللي عندي والاصحاء كاملين داروا لا كوريكسيون الفيتامين دي، وداك الشيء اللي دايروا معهم غنتقاسموا معكم باش نكونوا يعني علاش، لان ان شاء الله باذن الله كنوصلوا للغده الدرقيه. الغده الدرقيه فيها الغده الجار درقيه. الغده الجار درقيه كتعطينا واحد الهرمون سميتو الباغاتوغمون بي تي اش. ملي كتمشي انت دير التحليله اش كيكتب لك المختص؟ الاسم العلمي ديال الفيتامين دي اللي في التحليله شنو سميتو؟ سميتو 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي. هذيك واحد ديالهاش تركيبه الفيتامين دي هي كربون، يعني الكربون واحد والكربون 25 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي. لما ما كيكونش عندك غده درقيه جيده، ولما ما كيكونش عندك غده جار درقيه جيده والبي تي اش، الفيتامين دي ما كيتحطش في الكربون واحد، كيتحط في الكربون 24. والفيتامين دي اللي هو على شكل 24-25 دي هيدروكسي فيتامين دي هذا غير فعال، وغالبا الناس هادشي اللي كيكون عندهم. ولاحظوا ان شاء الله فاش نديروا الحلقه والمستمعين راه عارفين هذه المساله، كتوقف الفيتامين دي كترجع لك المشكل نفسه. علاش؟ حيت ربما عندك مشكل في الجلد، ربما عندك مشكل في الكلي، ربما عندك مشكل في الكبد، ربما عندك مشكل في الاوعيه، ربما عندك مشكل في الدم، ربما عندك مشكل في غده درقيه، ربما عندك مشكل في غده جار درقي. ونجي ونهضروا على الفيتامين دي في جوج دقائق ثلاثه دقائق هكا، خذ هذه ما تاخذش هذه، هذا ماشي، لان فيتامين دي ليس بفيتامين، هو هرمون. نجي النقطة أخيرة، فاش كيتدخل فيتامين دي في جميع العمليات البيولوجية وبدون استثناء. علاش؟ لأن جميع الخلايا ديال الجسم ديالنا فوق منها كاين ريسبتور كيتسمى أغ أو الفيت دي أغ، يعني فيتامين دي ريسبتور أو لو ريسبتور مستقبل ديال فيتامين دي. إذن انت اي خليه فيها مستقبل فيتامين دي، هذا ماذا يعني؟ ان فيتامين دي يستعمل في كل العمليات البيولوجيه. داكشي اللي عندهم نقص فيتامين دي كتلقى اكتئاب، كتلقى قله الطاقه، كتلقى المزاج ما هوش، كتلقى الجلد ما هوش، كتلقى سرطانات، كتلقى هادشي كامل هذا، لان الفيتامين دي مثله مثل الاكسجين في الجسم ديالنا. حنا الحمد لله، والدليل اختي سكينه هو ان الفيتامين دي ما عندوش علاقه فقط غير باشعه الشمس، هو المغرب بلد مشمس، اي بورتون كنلقاو الناس بزاف عندهم. والفيتامين دي هو العيب اللي هو اللي كيبين لنا العيب ديال نظامنا الغذائي في المجتمعات كامله، غير ماشي كافراد، كجماعات. الفيتامين دي هو اللي كيبين لنا العيب ديال المجتمعات. فالمجتمعات اللي مهتمه بالتغذيه ديالها كيبان ان الفيتامين دي ما كيكونش ناقص بزاف. فالفيتامين دي ليس فقط كيف ما كاكل هذه ما تاكلش هذه او لا. نعم، وشوف نزيد واحد الحاجه، لما هضرت على التعرض لاشعه الشمس اختي سكينه، راه تقدري تكوني جالسه في الظل، وهذه معلومه اللي غالطين فيها بزاف الناس، تكون جالس في الظل والفيتامين دي يصنع. علاش؟
لان ملي قلت انا اشعه الشمس ما هضرتش انا فقط للتعرض المباشر، راه غير جالس مثلا انا جالس في الظل حدايا مثلا الشمس، هذيك الشمس راه الالترا فيولي بي راه كاينه فوق لابو ديالك. انا ملي قلت تعرض هضرت على الناس اللي كيديروا لك خيم بزاف واللي في دوم في وجههم فادي. اما مثلا جالس انا مثلا في الدار، جالس مثلا انا بالنسبه لي واحد الحاجه، الدار اللي كيشعل فيها الضوء في النهار وسط غير صحي، ماشي بلاصه هكا النهار والضوء شاعل وسط غير. علاش خص يكون اشعه الشمس داخله؟ مي كنقول انا اشعه الشمس ماشي مباشره للترافيولي مثلا، انا نقدر نكون جالس في البيرو ديالي والترافيولي داخله واخا جالس في البيرو، هذيك الترافيولي بي لان كاينه او كاينه بي وتبي فيها انواع هي اللي كتصاوب لنا الفيتامين دي. اذا ما نهربوش من الشمس، الدار تكون بها ايغي، تكون الضوء فوالا هذه النقطة اللي كنت نقلب عليها، الضوء هو اللي كذلك كيصاوب الفيتامين دي ماشي غير ليكود سولاي اللي هما مباشرين في أشعة الشمس. فخويا يوسف بالنسبة للموضوع ديالك اهتم بنظامك الغذائي، حاول ترجع للحلقات ديال برنامج الصحة والسلامة غتكون فكرة على، لأن الفيتامين دي عندنا اللي كيسرقوا، شكون اللي كيسرقوا؟ المحلي، الحلويات، المواد المصنعة. علاش؟ لأن الجسم كيصاوب كورتيزول، والكورتيزول هذوما كاملين كيتصاوبوا بنفس المادة، وبالتالي كينقصنا الكوليسترول، ولا نقص الكوليسترول بعد مرة كيولي الفيتامين دي لا يصنع. فكمل البروتوكول ديالك، قد نظامك الغذائي، تكون حركة، هذه مسألة مهمة بزاف. بالنسبة لشرف الله وقدركم جميعا المشكل ديال الخروج اللي هضر عليه خويا يوسف، هذه كتسمى ديسبيوز. ديسبيوز يعني عندك كونديدا ألبيكون، كونديدا ألبيكون هي اللي كتعطي هاد الروائح وكتعطي هاد الأمور هادية. فلما نقاد والساكاروميسي سيريفيسي اللي باقي كياخد الخمائر مع الكونديدا ألبيكون كين هاد المشكل شرف الله وقدر الجميع. فمي كنقضوا البكتيريا في الأمعاء ديالنا كيولي الجسم ديالنا ينتج ما هو طيب، وما كيبقاوش هاد الانتاج هاد المخلفات اللي هي عبارة عن الأمونياك. هاد الروائح هادي شرف الله وقدركم سي الأمونياك، مي كيطلع نسبة الأمونياك كيوليو هاد الأمور، وإلا طلع الأمونياك عرف بلي كين لاسيتالديهيد وكينا الإيثانول، واللاسيتالديد والإيثانول هادو مجيين من الكونديدا ألبيكون. مرحبا، شكرا جزيلا لك أستاذ للإختك، وأكيد إن شاء الله أنه الموعد متجدد بك بإذن الله الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. إن شاء الله. أكيد أنه كان معنا الأستاذ، مشكور، كان معنا الأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية.